على تليفون للتعليق الكاتب الصحفي الكبير أستاذ صلاح عيسى. برحب بحضرتك معنا يا فندم. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا أستاذ صلاح. خليني الأول مع كلام الفريق سيسي النهاردة ومسألة تبادل إهداء الدروع ما بينه وما بين وزير الداخلية. إيه الرسالة اللي حضرتك قريتها من وراء هذا اللقاء النهاردة؟ هو طبعا ده بيؤكد، الفريق السيسي دايما بيؤكد في كل تصريحاته وخطاباته على العلاقة الوثيقة والتعاون الوثيق ما بين القوات المسلحة وما بين قوات الشرطة، وطبعا في تحالفهما مع الشعب المصري لمواجهة الإرهاب ومواجهة محاولة تفكيك الدولة المصرية ومواجهة المحاولات الهادفة إلى يعني تخويف المصريين وإرعابهم وإنهم يعيشوا تحت التهديد. أيوة. وفي هذا السياق بيأتي اللقاء اللي تم النهاردة ما بين الفريق السيسي وبين وزير الداخلية والدرع الذي أودي باسم القوات المسلحة للوزير، والتصريحات التي قالها الفريق السيسي في هذا اللقاء. وهذا يعني يؤكد يعني نفس الكلام اللي قاله في الخطاب، في الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بالعيد الأربعين لحرب أكتوبر، وهو أنه القوات المسلحة والشرطة ما تزال عند التفويض الذي منحه لها الشعب المصري في 26 يوليو الماضي بالتصدي لكل محاولات إرهابية قد يعني يتعرض لها الوطن. طب بخصوص المحاولات الإرهابية يا أستاذ صلاح، التحريات الخاصة بموضوع اغتيال وزير الداخلية أو محاولة اغتياله، عناصر مصرية مع عناصر فلسطينية ومن وراهم تنظيم القاعدة بالتدريب والإمداد بالمعلومات، إيه رأي حضرتك؟ طبعا ما فيش شك في هذا، يعني احنا أمام يعني نشاط لتنظيم القاعدة موجود في مصر منذ يعني حوالي 6 أو 7 سنوات، بس تكثف في خلال السنة الأخيرة وازداد إمكانيات حصوله على السلاح نتيجة للأوضاع الموجودة في المنطقة ونتيجة لشكل من أشكال التواطؤ كان موجودا بين الإدارة السابقة للرئيس المعزول محمد مرسي وبين هذه العناصر، ظنا منها أن هذه العناصر ستشكل درع للدفاع عن سلطتها. وده بلا شك أنه محاولة اغتيال وزير الداخلية، المحاولة الفاشلة لاغتيال وزير الداخلية ده كانت جزء منها بتأتي ردا على موقف الشعب المصري الذي رفض حكم جماعة الإخوان المسلمين وأصر على رحيل الرئيس محمد مرسي، وجزء منها يرتبط بالحملة اللي بتمارسها قوات الشرطة والقوات المسلحة الآن في وسط سيناء من أجل يعني تطهيرها من العناصر الإرهابية التي تطنتها خلال الفترة السنوات الأخيرة وخاصة في عهد الرئيس محمد مرسي. ومن هنا يعني يأتي شكل هذا التعاون الذي تم بين هؤلاء الفرقاء من أجل أن هم ينفذوا هذه العملية التي يعني برضو أثبتت بفضل الله أن هم عاجزين عن أن هم ينفذوها ونجا الوزير من تبعاتها. وهو النقطة الأساسية أن على كل هؤلاء أن يعلموا ليست هذه أول مرة تتصدى فيها الدولة المصرية لإرهاب الجماعات المتشددة، الجماعات الإرهابية المنتمية للتيار الذي ينسب نفسه زورا إلى الإسلام. هذه المحاولات جرت في سنة 48، جرت في سنة 54، جرت في سنة 65، ومنذ يعني الثمانينات، منذ بداية الثمانينات ونحن في كل عقد على الأقل عندنا موجة إرهابية يمارسها هذا التيار. وفي كل هذه الموجات، هذه الموجات الإرهابية تنتهي بانتصار هؤلاء الإرهابيين أمام الدولة المصرية. بس الموجة الإرهابية اللي احنا بصددها دلوقتي يا فندم، في تقدير حضرتك الموجة الإرهابية اللي احنا نتعامل معها حاليا، هل هتكون الموجة الإرهابية الأخيرة ولا يعني المسألة ممكن يتم التعامل معها أمنيا وترجع تظهر مرة تانية من جديد؟ لا، مصر تتجه إلى أنها تكون مؤتمر مجتمع ديمقراطي حقيقي. هذا الاتجاه بيقضي عادة على هذه النوازع الإرهابية ويقلل من نفوذها ويقلل من جاذبيتها للعناصر التي تنطوي إليها. لكن الشيء المؤكد أنه حتى في الأسلوب الأمني، الجماعة الإسلامية ظلت تقاتل لمدة 10 سنين كاملة
وسقط منها مئات والاف، وسقط من رجال الشرطه مثلهم ومن المواطنين عدد لا يقل عن ذلك من الابرياء الذين سقطوا واستشهدوا في خلال هذه المعارك الحمقاء. ثم انتهت هذه الجماعه الى الاعلام بانها فهمت الاسلام خطا، وانها قتلت رجلا بريئا واتهمته بالكفر والرئيس الاسبق الرئيس الراحل انور السادات، وان مفاهيم الفقهيه للشريعه الاسلاميه كانت غير صحيحه. ويعني مش ممكن ناس تفهم كلام ربنا غلط وتقتل مئات وعشرات الالاف من المصريين ومن رجال الشرطه ومن اعضاء انفسهم، وتعرض كثيرين منهم للحبس في السجن، ثم يجدوا من يصدقهم او من يوافق على وجودهم على الخريطه السياسيه. سيهزمون سيهزمون باستمرار العمليه الديمقراطيه زي ما حضرتك اتكلمت استاذ صلاح عيسى. انا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا بخصوص الوضع